نشط البصيلات مثل المينوكسيديل مثل السبايرولاكتون، اكو شامبوات بها منشطات للشعر ما بها ضرر، تاخذها بوصفه الطبيب. اي بس الصوابين وهذا القسم انا اشوفهم يغسلون يعني مثل مسبح يروحون كلور كثير. صحيح. اي اذا كلور كثير بالمسبح ممكن يسوي تساقط شديد، فهي اي شيء كيميكال اي ماده كيميائيه تاثر على الشعر ممكن تسبب تساقط شديد.